في ظل الخلافات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية، تدرس إسبانيا إلغاء اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى مدينتي سبتة ومليلة. من الواضح جدا أن إقدام السلطات الإسبانية بإلغاء النظام الخاص المتعلق بالاتفاق الذي كان يسمح بمرور المغاربة من المدن المغربية إلى سبتة ومليلة، وهذا في اعتقادي ناتج عن هو نتيجة للخلافات الأخيرة بين المملكتين الإسبانية والمغربية، وهذا كما يظهر علنا على أساس خلفية استضافة إسبانيا لزعيم الجبهة البوليزاريو. خطوة السلطات الإسبانية تزامنت وتصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في قضية المهاجرين غير الشرعيين التي فجرت الأزمة بين البلدين، على خلفية استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليزاريو من أجل العلاج. المغرب تحاول أن تستفز أو أن تناور مع الاتحاد الأوروبي باستعمال إسبانيا على أن تتبنى الرؤية التي تبناها أو الموقف الذي تبناه الرئيس الأمريكي السابق بخصوص قضية الصحراء الغربية. إذن هي صفعة أخرى تتلقاها الدبلوماسية المغربية التي يبدو أنها فشلت في طريقة تسيير خلافاتها مع الجار إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.